المشكلة التي تحصل بين بعض الشباب الصالح من التبديع والتضليل فيما بينهم، فأنا أطلب من فضيلتكم وفقكم الله أن تلقوا لنا كلمة ميسرة في هذا الأمر، وهل الجماعات الموجودة كلها مبتدعة؟ يا إخواني، يجب علينا أن نترك هذه الأشياء ونقبل على طلب العلم. هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل وبسبب الهوى. بسبب الجهل ما عندهم علم، ما يعرفون حد الفسق من البدعة من الكفر، ما يعرفون هذا، أو أنهم عندهم هوى والعياذ بالله، وهذا أشد. أما الإنسان العالم الذي ليس فيه هوى فهو لا يدخل في هذه الأمور، لا يدخل في هذه الأمور. وإذا حصل اختلاف نتفاهم فيما بيننا، خلونا من فلان وفلان، نأخذ شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوة الجميع، فيكون قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو قدوتنا فلان ولا فلان، قدوتنا رسول الله. لا إله إلا رسول الله أسوة حسنة. نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض ما اختلفنا فيه عليها، فما شهد له بالحق قبلناه، وما شهد له بالخطأ نرجع عنه. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هذا شأن العلماء، أما هؤلاء الجهال فالواجب عليهم أن يتعلموا ولا يدخلوا في هذه الأمور التبديع والتفسيق والتكفير، لأنهم جهال ما عرفوا هذه الضوابط في بداية التعلم، أو يقرؤون ولا يفهمون فيتركون هذه الأمور ويقبلون على طلب العلم حتى يعرفوا من هو المبتدع ومن هو الفاسق ومن هو الكافر، عن علم وعن معرفة. نعم. وكيف يحلون النزاع بينهم ويسوون الاختلاف بينهم؟ ما يكون هذا إلا بعد العلم أو الرجوع إلى أهل العلم. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.